مرت 100 يوم على بدء إسرائيل حرب الإبادة على قطاع غزة لاستعادة جزء من كرامتها التي أهدرت على يد المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر، حينما أصبحت إسرائيل على صدمة لم تفق منها حتى اليوم. تدمير حماس وإعادة المحتجزين والتهجير القسري لعشرات آلاف الفلسطينيين خارج قطاع غزة أهداف للحرب ظنت إسرائيل أن بمقدورها تحقيقها. استخدمت إسرائيل قوة عسكرية غير مسبوقة في مساحة 365 كيلومترا دون أي خطوط حمراء في استهداف المدنيين والمراكز الصحية والبنى التحتية وإجبار مليوني مواطن على النزوح من منازلهم، لكنها لم تجد ضالتها في الضغط على المقاومة الفلسطينية، المقاومة التي صمدت في مواجهة القصف الجوي الذي لم يتوقف ساعة واحدة على مدار أيام الحرب، والتوغل البري الذي بلغت فيه إسرائيل مناطق واسعة من قطاع غزة، إلا أنها ما زالت تحتفظ بقدرات التصدي للعدوان وقصف المستوطنات الإسرائيلية، لا بل والاحتفاظ ب 136 محتجزا إسرائيليا غالبيتهم من الضباط والجنود من أجهزة الأمن الإسرائيلية. إسرائيل أكثر من غيرها تعي أنها لم تستطع أن تلبي رغبات جمهورها وقادتها في السيطرة على قطاع غزة وإنهاء المقاومة الفلسطينية وإلقاء الفلسطينيين في الصحراء، بيد أن كلمة السر كانت صمود الشعب الفلسطيني برغم آلام الحرب، وكذلك المقاومة التي قدمت الكثير من كوادرها ومقدراتها. يجمع المراقبون على أن ما لم تتمكن إسرائيل من تحقيقه في الأيام 100 الأولى من الحرب لن تتمكن من تحقيقه فيما بعد، ولا بد لها من أجل أن ترى ضباطها وجنودها خارج قفص المقاومة أن تدفع الثمن الغالي الذي تتهرب منه. بواعث الفشل الإسرائيلي التي تظهر واضحة من الصراخ المتبادل في أروقة الكريا والكابينت وتزايد تحركات الشارع الإسرائيلي للإفراج عن المحتجزين في غزة وحالة الإحباط التي تسود في صفوف قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي تؤكد أن مصير هذه المعركة سيكون لصالح الفلسطينيين على الرغم من عظم آلامهم.